في لبنان. لا يبدو في الصورة التي خرجت من آخر اجتماعات الاتحاد اللبناني لكرة القدم بأن أحدا من أعضاء هذا الاتحاد يخشى على مقعده الاتحادي من انتخابات ستنطلق خلال أسابيع قليلة، فالواضح والأكيد أن الوجوه الحالية لهذا الاتحاد مطمئنة، بحيث هي نفسها سوف تستمر لولاية جديدة، وما يحكى عنها بأنها انتخابات غير موجودة سوى على الورق. فالمعروف في لبنان أن تركيبة اتحاد الكرة كما غيرها من الاتحادات الرياضية تأتي نتيجة توافق سياسي وبمحاصصة حسب التركيبة اللبنانية المعقدة. ما فيك تقول هيك، يعني بتصور أنا أنه إذا السياسي نقى شخص، عن مطلق شخص عم بحكي، أكيد بده إذا ما عنده ثقة فيه ما بينقيه، بيعطيه الثقة والشخص هداك بيتصرف خلال السنوات كلها. صرنا عم بقول لك 11 سنة ولا شعرنا بأي تدخل سياسي بالاتحاد. طبخة متفق عليها ما بين القوى يلي تملك أصوات، بجمع هالأصوات مع بعض، إذا بقدر أقول المذهبية أو السياسية، بتتجمع وتتشكل اتحاد. بس إنه تتشكل إنه بدنا نعمل اتحاد قوي بمشي اللعبة، بيضع قوانين، بيعمل قواعد للعبة، إلى 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 هنالك، انسى. ولكن الجديد هذه المرة في انتخابات اتحاد الكرة أنها تأتي بعد تعديلات أقرتها الفيفا بضرورة إلغاء بعض الأنظمة وتعديلها، إذ ليس هناك ما ينص على توزيع المقاعد 11 حسب التركيبة اللبنانية. فما هي حظوظ من يحملون برنامج عمل ورؤية احترافية في هذه الانتخابات؟ المشكلة الكبيرة بلبنان اللي هي موجودة بكل المحلات هي انه بحاجة لتوافق سياسي. نحن كنادي وقت انطلقنا بعملية الترشيح كنا عم نجرب نقلب المعادلة، نقول الاندية ترشح ما فيها نهرب من التوافق السياسي، والسياسيين يوافقوا على الاسماء المرشحة اللي هي اولاد اللعبة. مثل ما بتعرف لبنان هو مجموعة ترابطات بتجيب اتحاد، واي نادي بيحكي انه اني مظلوم، اني ما في كره قدم، ما في تطور كره قدم، قل سكوت لانه حق عليك، انت جمعيه عموميه وانت جبتهم. شوائب كثيره كانت واضحه في تركيبه الاتحاد الكروي في لبنان وعلى مر السنين، حيث لم يسبق ان جلس على المقعد الاتحادي لاعبون او مدربون سابقون، واغلب من يصل الى هذا المنصب هم من خارج المستطيل الاخضر، ولم يسبق لهم بان مارسوا اللعبه هوايه او احتراف. يمكن اجا لاعب او اثنين، يمكن يكون ناسي، انا انسى انه في شو ثلاث لعيبه من 60-70 سنه اجوا كانوا بالاتحاد مارسوا اللعبه، دائما بمارسوها الرجال يلي داخلين بمجتمعات سياسيه او مجتمعات حزبيه. نحن انديه جبانه، نحن انديه تملك مصير اللعبه وبتهدر، مين بيروح عند السياسيين؟ انديه نلجا للسياسيين لنحل المشكله. اذا اليوم انديه درجه الاولى مع باقي الانديه اللي هي بتلحقها اختارت اللجنة العليا تدير الاتحاد، في حدا بيقول لا؟ في سياسيين بيقولوا لا، بس ما حدا عم ياخذ القرار وما حدا بده ياخذ القرار وكله خايف ياخذ القرار. وسواء استمرت نفس الوجوه او تغيرت فان تحديات كبيره بانتظار اعضاء هذا الاتحاد، ليس اقله الانتقال باللعبه نحو الاحتراف وتامين المنتخب الوطني الذي حقق نتائج مهمه اسيويا، وتنظيف اللعبه من الفساد المستشري والذي ظهر من خلال كشف ملف المراهنات، ومؤخرا ايضا فضائح بعض الحكام في مباريات اسيويه، والغاء التوقيع الابديه للاعبين اللبنانيين، والانتقال الى الاحتراف وتنظيم قوانين عصريه، واعاده الجماهير الى مكانها الطبيعي على المدرجات. في لبنان ليس مهما ماذا تعرف بل من تعرف، مقولة تنطبق إلى حد كبير على أغلب أعضاء الاتحاد اللبناني لكرة القدم الذين سيدخلون مجددا إلى الطبقة السادسة من هذا المبنى حيث مقر الاتحاد اللبناني لكرة القدم، ومن بوابة السياسة وليس عبر مصعد الرياضة أو سلم الكفاءة. لبرنامج نوافذ عربية، محمد كركي، بيروت. شكراً لزميلي محمد كركي من بيروت.